بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب دايما على الدوام. نتكلم طبعا عن الأسعار الجديدة برضو في الكتالوج العالمي المتوثق من دار الصك والخزانة العامة. الجنيه الريف المصري الجديد، الجنيه الجميل بتاع الريف المصري الجديد اللي هو اللي قدامكم ده حضراتكم، اللي هو الريف المصري الجديد 2019 ميلادي 1440 هجرية. مفيش فيه ده تاريخ مختلف 1441 ولا حاجة، تمام؟ مفيش إلا 80 عام تضامن، ومش برضو يا جماعة خطأ. فهنعرف في الوقت وبالدليل وبالإثبات، وأجيب لكم صورة من الكتالوج، ويا جماعة صورة مصغرة، صورة مش يعني هجيب لك كل، لأن العملة الواحدة بتعمل منها 3 4 صفحات. الكتالوج ده يا جماعة مش زي ما أنتم متصورين تقولوا لي إحنا عايزينه وعايزينه. الكتالوج ده يخش في 400 $500، أنت عايزه محتاجه ليه؟ وبعدين شامل عملات العالم كله، مش مجلد واحد، لان العملات الورقيه والعملات المعدنيه بتاع العالم كله يعني الوفات الالوفات من الاوراق، مش هتحتاج تعمل بيها ايه. فالعمله دي هنشوفها دلوقتي في الكتالوج متوثقه. وطبعا العمله دي فيها اخطاء واحنا عارفين، من ميول، من قشط عمله، من طمس، من خط بيبقى واصل للاخر، من الشجر اللي فوق ده بيبقى مطموس، بيبقى يعني العربيه بتبقى مثلا العجل بتاعها مطموس كده، في حاجات كتير اخطاء كتير، انعكاس، مفيش تاريخ، لا الواجهة في الوش والكلام ده. ادي يا عم صورة الكتالوج قدامك اهي، علشان الناس بتقول لي ابعت لنا وابعت لنا، ابعت لكم ايه يعني؟ انا هنصور الكتاب وابعته لكم؟ مش معقولة يعني. ده يا جماعة بيتكتب فيه كل شيء عن العملة، انا جايب لكم بس ايه يعني اختصار كده، صفحة الاختصار بتاع الكتالوج، انما هو بيجي فيها كل شيء يا جماعة. العملة دي معمولة من قد ايه نحاس، معمولة من قد ايه زنج، معمولة من قد ايه فلاز، إيه مطلية بايه، تحت درجة حرارة ايه، المكنة كانت صنع ايه، اتعملت الساعة كام، كل شيء يا جماعة، انتجوا النهاردة كام، انتجوا بكرة كام، هي العدد بتاعه 40 مليون اهوت، السعر بتاعها شوف 1.43 سنت، 1 دولار، 1 دولار ده بكام؟ مش ب 16 17 جنيه يا جماعه، والنص بكام؟ يعني تخش لها في بتاع 25 جنيه. احنا بنقول لكم بيعوا بكام يا جماعه؟ احنا ما بنقول، بنقول تبيع بكام؟ بنقول لك على الصراحه وتبيعها بكام والكلام ده كله، بنقول لك بتبيعها، بتبدا مثلا تبيع من 20، بلاش 25 يا اخي، من 20، من 25، 30، وتوصل اكتر من كده والله لو هي مأزومه. بس عشان طبعا تقول لي دلوقتي اشتري مني انا معايا 200 عمله، في حد بيشتري 200 عمله؟ في حد بيشتري الكلام ده؟ يا جماعه ارجو الالتزام في حدود الفيديو فقط، تمام؟ والله بتعب جدا على ما اجيب لكم كل المعلومات دي، وبصرف فلوس كتير جدا، يعني كتالوج زي ده ما هو مكلف الواحد. وبعدين يا جماعه ما فيش حاجه اسمها عمله انها تتباع دلوقتي او 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 لازم في الوقت ده، ما تبصش تحت رجلك، بص فيما بعد يا جماعه. الناس دلوقتي معلش في الكلمه في ظروف كذا وكذا وكذا، الناس اصلا معلش في الكلمه مش لاقيه تاكل عشان تروح تشتري عمله. الوقت عمله زي دي تقول لي خد لي 5 6 مثلا عمله مثلا ب 20 جنيه حتى، يعني معلش ياكل ولا يشتري عمله؟ فمش وقته، اصبر بس، ما تبصش قدامك، العملات كلها هتغلى والله فيما بعد. بقول دايما انت ما بتاكلش العمله ولا تشربها، انت العمله معاك تزيد، عمرها ما تنقص ابدا. سيبك من اللي يقول لك ما بتتباعش، لا هتتباع. الملاليم، الجنيه اللي انتوا فاكرينه، النص جنيه اللي هما من ايام زمان اللي بقاله 120 سنه و100 سنه، ابو جمالين والنص جنيه، ابو الهول، ومش عارف ايه والكلام ده كله. العملات دي، كل العملات دي وصلتك ازاي؟ ولا لو كانت كل الناس بتلم عملات ما كانتش وصلت. 3 4 بيلموا عملات، و120 مليون ما بيلموش، 3 4 مليار بيلموا، وكم 100 مليون مليون مليار واحد ما بلمش عمله في العالم. قال لا، طيب يا جماعه في ناس كتير بتقتني العملات، وبتقتني زي ما بتقتني التحف، زي ما بتقتني دي، تمام ولا لا؟ فكله مش وقته. هتقول لي نصبر قد ايه وما نصبرش قد ايه؟ اصبر يا اخي، وانت يعني معلش في الكلمه شاريه تعبان فيها ولا حاجه؟ ده جنيه انت معلش زي ما البعض بيقول، حتى بيرجع لك في الفكه مواصلات، يعني ايه المشكله؟ احتفظ بيه بس شويه، احتفظ من كل عمله مثلا بثلاث اربع عملات وخلاص وخلصت المشكله، صح؟ هنعرف دلوقتي العمله ديت بايه، لان الاغلبيه بيقول لي قول لنا على كل شيء يخص العمله، وعملت الفيديوهات ده مخصوص عشان كده. العمله دي يا جماعه من معدنين، نحاس ونيكل، تمام؟ فيها اخطاء كتير في الصك العمل ديت، من ما في مثلا ممكن تلاقيها من معدن واحد اللي هو الحديد، واوقات ممكن تلاقيها من معدن واحد اللي هو النحاس، دي معايا ويدي نادره جدا، ممكن ما تلاقيهاش مع البعض من كنفاه. لكن الحديد لقيته متواجد دلوقتي لحد الان يجي مع حوالي 20 واحد، يعني برضه نادر، بس احنا صابرين لحد ما نشوف. الوزن بتاعه 8.5 جرام، القطر بتاعها 25 ملي، السمك بتاعها 2.6 ملي، عدد القطع زي ما قلنا 40 مليون قطعة. سعرها طبعا في الكتالوج زي ما انت شفت، تمام؟ تبدأ يا جماعة عشان ما نقولش انا كاتب كل شيء وموثق كل شيء قدامكم، تمام؟ ديت الاسعار لعام 2022 الجديدة. لو غلت ليه؟ لان الدولار بيزيد، صح ولا لا؟
الدولار كده كده بيزيد، يبقى لازم دي ما من معادن لازم تزيد. الناس كلها كله هيستغنى عن العملات دي وهيبدأ يشتغل بالعملة البلاستيك لأن هي أرخص وبتعيش كتير عن العملات الورقية اللي بتكلف بنكنوت بنشتريه وكلام من ده. تمام، ديت يا جماعة تتباع ب 25 ب 30 ب 20، بلاش أقول تبيعها بجنيه تبيعها ب 5 جنيه، أنت حر. ماشي، ما تقوليش الأسعار مش الأسعار، أنا بقول أسعار مش دلوقتي، انا بقول اسعار حتى فيما بعد، انا بقول اسعار لما العمله تشح، انا بقول اسعار لما العمله دي ما عادش تبقى موجود، وكده كده دي عمله تذكاريه بيفوت عليها وقت وما بتبقاش موجود. في اللي بضيع بضيع، واللي بتهلك بتهلك، واللي بتلم وما عادش بيرجع، واللي هتلاقيها قلت. ال 40 مليون انت بتقول 40 مليون كتير؟ لا، هيصفصفوا على كام في النهايه؟ مش هيصفصفوا على 500 الف ولا حتى هيصفصفوا على كده، لان العمله بتتلم علشان ينزل عمله جديده. تمام، اتمنى ان اكون بفيدكم، اتمنى ان اكون بفيدكم بجيب لكم كل جديد. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.